السلام عليكم. بسم الله، توكلنا على الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم على قناة جاسم مقطيش من العاصمة الفرنسية باريس. من وسط العاصمة الفرنسية باريس. تابعوني على قناة جاسم قطيش رحال في أوروبا.
من العاصمة الفرنسية باريس. إحدى أحياء العاصمة الفرنسية. طبعا رفع الحظر في فرنسا، فتحوا المقاهي، بدأ النشاط السياحي والتجاري، بس طبعا المقيمين في الاتحاد الأوروبي. للدول شمال أفريقيا، للدول الآسيوية، حتى اللحظة ما سمحوا بمجيئهم إلى أوروبا، فقط لمواطنين الاتحاد الأوروبي واللي بيحملوا فيزا شنغن. عم صور بعض أزقة العاصمة الفرنسية. نسوي جولة تصويرية لنتعرف على معالم وخفايا العاصمة الفرنسية باريس وأسرار العاصمة الفرنسية باريس. Oh man.
أنا بدي أودعكم. السلام عليكم من العاصمة الفرنسية باريس على قناة جاسم قطيش، تابعوني. السلام عليكم.